في حلقة النهاردة من On Track، جولة في مصانع قطع الغيار وتشجيع الصناعات المصرية للسيدات. تعلم القيادة بأسرع وقت، تجربة قيادة الدب الروسي لدى الجديدة كليا. نجمة الحلقة النجمة الشابة إيمان سلامة. استنوني في On Track مع شريف ياسر. إيمان سلامة. مساء الخير عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من On Track. النهارده الحلقه دسمه شويه، فيها شويه حاجات كتير، والبنات والسيدات يعني ما تروحوش في اي حته، لان النهارده في فقره تهمكم قوي. استنوا الحلقه لغايه اخرها لان الفقره دي هتعجبكم قوي وهتستفيدوا بيها جدا. قبل ما نبتدي حلقتنا كان جات لي مسج على صفحه البرنامج على الفيسبوك، واحد بيسال ازاي ذوي الاحتياجات الخاصه بيستوردوا عربيات. يعني انتوا عارفين دلوقتي ان في الجمارك عامله موضوع مهم قوي وكويس قوي للمعاقين او ذوي الاحتياجات الخاصه، ان هم يقدروا يجيبوا عربيات وبتكون مخفضه. فجالي سؤال، يعني لو واحد عايز يجيب العربيه دي يعمل ايه؟ الموضوع اولا عشان نبقى متفقين، المعاق او ذوي الاحتياجات الخاصه بيبقى اولا بيروح كوميسيون طبي، خلاص لازم يكون عنده درجه الاعاقه 35%، ده رقم واحد. وبعد ما يخلص الكوميسيون الطبي، وده طبعا بيكون ده تبع التامين الصحي بتاع الحكومه، بياخد الشهاده ان هو عنده درجه اعاقه بمقدارها 35%. بعد كده قدامه حاجه من اتنين، يا اما بيروح بورسعيد يجيب العربيه من هناك، يا اما هو بيسافر في الدوله اللي هو عايز يجيب منها العربيه وبيشتري العربيه باسمه. لازم تكون العربيه باسم المعاق، دي حاجه اساسي كده في القانون بتاع الموضوع ده. طيب خلينا نقول لو احنا النهارده الراجل سافر بره هيعمل ايه؟ هيسافر وبيروح في أي مكان بيبيع عربيات ويشتري عربية. على فكرة الموضوع مش محتاج إن تكون العربية موديل السنة، لا عادي معاك موديل لغاية 5 سنين. كمان ممكن تكون العربية مستعملة عادي، تكون تاني يد تالت يد عادي، مفيش مشكلة. المهم إن في الآخر الفاتورة اللي طالعة للعربية تكون باسم المعاق. خلاص هو دفع العربية وطلع العربية على الشحن عشان تتشحن، العربية بتوصل مصر، بيستقبل هو العربية. طيب أول حاجة العربية دي بيبقى لو الإعاقة درجة الإعاقة دي طبيعية، يعني هو مولود بيها، بيتعمل له تخفيض 20,000 جنيه. طيب تاني حاجة لو هو درجة الإعاقة دي حصلت له عن طريق يعني كان شغال أو إصابة عمل يعني، وفي الآخر حصلت له الإعاقة دي، فبيعمل له تخفيض 25,000 جنيه. بمعنى أكتر، لو أنا النهاردة العربية اللي أنا رحت أشتريها دي كان تمنها مثلا 30,000 جنيه، فأنا بيتخصم لي 20,000 جنيه من قيمة العربية. دول مش هيبقى عليهم جمارك، عشان برضو ايه تبقى الدنيا واضحة. يعني مثلا انا جبت العربية ب30,000 جنيه، المفروض ادفع لها مثلا جمارك 50,000 جنيه. فلا انا ما بدفعش كل الرقم ده، انا بدفع تمن يعني بيتخصم لي، لو انا المفروض ادفع جمرك 30,000 جنيه بيتخصم لي منهم 20,000 جنيه، يبقى انا بدفع جمرك 10,000 جنيه بس. الموضوع بس ايه نركز فيه لان الموضوع ده مهم شويه. طيب لو افترضنا ان الراجل المعاق ده معاق عمل، فده بيتخصم له 25,000 جنيه، نفس الفكره بالظبط، بس انا بشيل 25,000 جنيه من القيمه الجمركيه للعربيه. لو بقى الثمن العربيه عدى الرقم ده، فالرقم الزياده ده بيبقى خلاص بيتحسب عليه جمرك عادي جدا، مفيش اي مشكله. دي بس ببساطة شديدة جدا الفكرة علشان ايه ناخد بالنا منها. طيب ايه بقى اللي بيحصل؟ خلاص انا جبت العربية وخدت التخفيض الجمركي وخلاص بقى العربية دلوقتي باسمي وبمشي بيها. خلي بالكم ان مهم جدا ان تكون العربية مجهزة على حسب الإعاقة بتاعة المعاق. يعني لو افترضنا مثلا عنده لا قدر الله يعني رجليه مصابة، فلازم تكون العربية مجهزة بالكلام ده. أغلبية العربيات بتبقى أوتوماتيك عشان برضو يبقى الدنيا واضحة. كمان العربية بتكون 4 سلندر 1600 سي، ما ينفعش تبقى أكتر من كده.
فمعظم العربيات اللي بتيجي بتكون في الكاتيجوري ده. لو انا جبت عربيه 2000 سي سي، لا خلاص الموضوع ده دلوقتي ما بقاش فيه عربيه اعاقه، لا العربيه دلوقتي هتخش عادي الجمرك وتتجمرك عادي جدا. دي برضو من ضمن الحاجات. بعدين اللي بيسوق العربيه لازم يكون المعاق، يعني ما ينفعش لمراته ولا ابنه ولا حد من قرايبه، اي كمين هيوقف العربيه والعربيه دي تطلع الرخصه بتاعتها رخصه تبع المعاقين، واللي سايق العربيه مش هو المعاق، صاحب العربيه او اللي بيسوق العربيه هيبقى عنده مشكله وصاحب العربيه هيبقى عنده مشكله، عشان برضو ايه نبقى متفقين. العربيه دي بيتفك الحظر عليها بعد 5 سنين، يعني بعد 5 سنين تقدر تبيعها او تقدر تديها حد من ولادك يركبها، مفيش اي مشكله خلاص. لكن طول ما هي جوه ال5 سنين انت ما تقدرش تديها لحد ولا تبيعها ولا حد غيرك يسوقها، لان طبعا العربيه معمول عليها تخفيض جمركي عالي، فطبعا الموضوع بيبقى حساس شويه. ده باختصار شديد جدا الفكره بتاعت العربيه الخاصه بذوي الاحتياجات الخاصه، او زي ما يعني مدرج اسمها عندنا في السوق المصري عربيه المعاقين. هي بتبقى عربيه بسيطه جدا زي ما احنا قلنا، ودي بالظبط المميزات والعيوب، ودي الطريقه اللي انا قلتها لكم دلوقتي هي الطريقه بتاعت استيراد العربيه وترخيصها في المنطلق ده. يعني اتمنى ان انا طبعا اكون فت صاحب السؤال، وطبعا لو الناس مش عارفه المعلومات دي اتمنى اكون فتكم بيها. معلش انا طولت عليكم في الحته دي، بس يعني الاسئله الصعبه دي انا ببقى لازم اجاوب عليها، ما ينفعش ان انا يعني يبقى الراجل عنده مشكله وكمان احنا ما نجاوبش على الاسئله بتاعتهم، يعني انا ما اقدرش اعمل ده. يلا بقى نبتدي. اول حاجه معانا في حلقتنا النهارده هي التوب نيوز، تعالوا نشوف اخر الاخبار اللي موجوده في التوب نيوز النهارده. مرسيدس تقدم الجيل الجديد من الاس كلاس. جوله موسعه بثلاث مصانع لقطع الغيار في مدينه 6 اكتوبر. هيونداي اي 20 ار 5 للمره الاولى في لبنان والشرق الاوسط. في معرض شنغهاي الدولي قدمت شركة مرسيدس بنز النسخة الجديدة من أقوى وأكبر فئة سيارات عندها. طبعاً الاس كلاس دي هي أكبر وأفخم وأكتر فئة موجودة في مرسيدس بنز. طبعاً المعرض كان قوي جداً، وجناح مرسيدس كمان كان فيه موديلات كتير جداً، من أهمها الموديلات الجديدة الخاصة بالاس كلاس، وكمان العربية الجديدة الاختبارية A كونسبت. العربيه دي طبعا شكلها مختلف خالص عن بقيه العربيات الموجوده من مرسيدس، لكن مرسيدس قدمت في المعرض ده العربيه دي، وقدمت كمان كل ما يخص الاس كلاس. العربيه الاس كلاس نازله طبعا بتطورات كبيره جدا، ونازله مختلفه خالص عن الاجيال اللي قبل كده، وكانت اصرت مرسيدس ان هي ما تظهرش العربيه دي غير في معرض شنغهاي، لان طبعا السوق الصيني واحد من الاسواق اللي بتارجتها معظم الشركات الالمانيه مش مرسيدس بس، وده اللي خلى معرض شنغهاي السنه دي مختلف خالص عن بقيه الاعوام اللي قبل كده. طبعا احنا هنتابع العربيه الاختباريه الاي كونسبت، وكمان هنتابع كل الجديد من الاس كلاس، بس يعني لما ربنا يسهل ويوصل عندنا في الشرق الاوسط هنبقى نجيب لكم كل التقارير اللي هتفيد وهتتكلم عن الموضوع ده. انطلاقا مننا لدعم حمله صنع في مصر، بصراحه احنا قعدنا ندور على كل المصانع اللي بتصنع حاجات دلوقتي المفروض ان هي صناعه مصريه، وطبعا من اهم الحاجات دي الصناعات المغذيه لصناعه السيارات. هي اسهل شويه طبعا ان هي تكون متصنعه في مصر غير ان انا اصنع عربيه بالكامل، لكن الاسهل شويه ان انا ممكن اشتغل على الصناعات المغذيه. الحمد لله كان لينا شرف دعوه من غرفه الصناعات الهندسيه ان احنا نروح ونغطي 3 مصانع موجودين في 6 اكتوبر. ال3 مصانع دول متخصصين في الصناعات المغذيه لصناعه السيارات، ورحنا الحمد لله وغطينا ال3 مصانع دول، واحنا كمان مش هنسيب دول بس، لا احنا باذن الله هنكمل، هناخد كل فتره كده 3 مصانع نغطيهم ونطلعهم على الشاشه عشان نعرف الناس ان احنا عندنا صناعات وعندنا تصنيع. وكمان خلي بالكم ان المصانع دي مش ان هي بتخدم السوق المصري بس، لا هي بتصدر كمان، وهو ده اللي احنا محتاجين ان احنا نتكلم عنه كتير قوي الفتره اللي جايه. وال3 مصانع دول كانوا اول واحد فيهم شركه مصر للصناعات الهندسيه، والشركة دي بتعمل على المكبوسات وكمان الانتاج الخاص بالرفارف والأغطية الخاصة بالمحركات، وكمان أسطح السيارات والأبواب وخزانات الوقود وأعمدة الكردان.
غير المصنع الثاني كان شركة المجموعة الهندسية للصناعات، واللي بتقوم بتشكيل أجزاء الشاسيه العربية، وطبعا بتشتغل عليها وبتعمل اللحامات الخاصة بيها بأحدث التقنيات وكمان باستخدام الإنسان الآلي. والمصنع الثالث كانت الشركة الهندسية للشكمانات أبو اليزيد، والشركة دي هي اللي بتقوم بعمل أنظمة العادم أو كل ما يخص الإكزوست سيستم، بتعمل الشكمانات الخاصة بكل العربيات وبماركات كتير جدا، وبتستخدم كل الحاجات دي في السوق المصري، غير كمان إن هي بتصدرها بره مصر. هنتابع معاكم ان شاء الله في الفترة اللي جاية بقية المصانع اللي موجودين في 6 اكتوبر، وبعدين لما نخلص 6 اكتوبر نبقى نشوف كمان فيه، لان في مصانع كتير في العبور شغالة على الادوات المغذية لصناعة السيارات، هناخدهم واحد واحد ونحاول على قد ما نقدر نظهرهم علشان الناس دي تعرف ان في حد بيتكلم عنهم وفي حد بيدعمهم علشان يكملوا، لان احنا محتاجين في الفترة اللي جاية، معلش انا اسف، محتاجين كتير قوي من المصانع دي. خليكم معانا وتابعونا قوي في الحتة دي، ان شاء الله هنجيب لكم كل الجديد فيها. هيونداي اي 20 ار 5، العربيه دي نزلت بره الشرق الاوسط، يعني ظهرت في اوروبا طبعا وظهرت في اسيا. طبعا العربيه من شركه هيونداي العالميه الكوريه. العربيه مختلفه خالص عن الاي 20 اللي احنا ممكن نكون شفناها قبل كده، عربيه شكلها غريب جدا. طبعا العربيه هتظهر في الشرق الاوسط على يد المتسابق اللبناني ايدي ابو كرم. ايدي ابو كرم اختار العربيه دي ان هو هينزل بيها في سباقات الرالي، وطبعا اول سباق اليوم هيكون سباق رالي لبنان. والعربيه دي معمول لها مع ايدي ابو كرم خطه عمل لمده سنتين 2017 و2018، هينزل بالعربيه دي مجموعه من سباقات الرالي في الشرق الاوسط. وده اللي احنا عايزين نعرفه، هل العربيه الاي 20 ار 5 هتقدر تستحمل الراليات بتاعه الشرق الاوسط؟ انتوا عارفين طبعا ان احنا عندنا الرالي عندنا هنا في الميدل ايست مختلف شويه عن بتاع اوروبا، يعني عندنا اولا الطرق مختلفه، كمان عوامل الجو والحرارة مختلفة خالص عن أوروبا، وده اللي احنا عايزين نعرفه، هل العربية دي هتقدر تستحمل ان هي تكون موجودة في الراليات في الميدل ايست ولا لا؟ ده اللي احنا هنعرفه الفترة الجاية، والمفروض ان على اخر السنة العربية دي هتكون موجودة في مصر معروضة علشان نبتدي نشوفها ونتكلم عنها. وطبعا اول ما توصل مصر هنوريكم العربية دي بكل تفاصيلها وكل الامكانيات بتاعتها معانا في اون تراك. بالاخبار دي بكده نكون خلصنا فقره التوب نيوز، هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم تاني اون تراك.